نرجع تاني للتحدي، واللي هيجاوب على الأسئلة السريعة مين هداف البريمير ليج في أول جولتين؟ سون. سون 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 ده سون يعني. سون ده مين قال الأول؟ لا لا أنت قلت غلط، أنا قلت سون. سون مين قال الأول؟ لا قلت سون، أنا قلت سون. مفيش حد بيلعب اسمه سون. أنا بقراها سون. أنا في واحد تاني أنا بقول سون يا عم. أنت مالك؟ سون ليه؟ أنا بقول سون. والتاني التاني كلوفرت. يبقى كده 1-0. ماشي 1-0 ليه. هو بصراحه مين اللاعب الوحيد اللي سجل من ركله حره في البريمير ليج لحد الوقت؟ مين هات الاسئله الرخمه دي؟ اه ركله حره. اه من ركله حره. هقول لك انا مين. اه شفت انا فاول حلو فين. ماتيوس. ماشي. مين اول فريق سجل فيه صلاح في تاريخ بريمير ليج؟ ايه يعني في تاريخ، في السنه دي ولا مين اول فريق سجل فيه صلاح في تاريخه؟ وولفر. لا واتفورد. برافو عليك. ماتش واتفورد اللي كان في واتفورد صح؟ ارسنال عندما كان لاعب في تشيلسي. واحد واحد. ارسنال ايه؟ طلع ارسنال. قال لك ها حلو، سبته يغرق خالص. ايوه صح، بس تاني واحد واتفورد. سبته يغرق وقال لك ها. تاني واحد كان واتفورد ان شاء الله. تاني واحد والله. تاني واحد كان السؤال بتاع تاني واحد. طب انت فاكر الجون اللي جابه؟ بس اقول لك ايه، سؤال بس واحد لما يجي السؤال التاني هيبقى يكسب. طب استنى استعجبتني والله العظيم. بقول لك والله ما كان يعرف، اقسم بالله ما كان يعرف. هو قرا حاجه ثانيه. راح اعمل لك تاني واحد واتفورد. طب اقول لك حاجه، طب الجون اللي جابه انا ما اعرفش والله. اللي جون جابه مش فاكر يعني. كان كاونتر اتاك من كورنر فرانكفيلد اللي جري بيها. معلش ده زمان قوي. هو اول جول. بص اسمعني بس يا ابني، ركز معايا يا ابني، هتكسب اللي جاي. انت بس ما تستعجلش. بس كم فريق فاز في البريمير ليج في تاريخه؟ ايه يعني انت مش عارف تسال اسئله؟ كم فريق فاز بالبريمير ليج في تاريخه؟ كم فريق؟ ست يا فندم. ستة او خمسة او مين الفرق اللي كده؟ لا كم فريق عدد؟ خلاص قلنا ستة. طيب اهو. ايه ما انا قلت اهو. سيبك منه كده، ما قلتش حاجه. البريمير ليج مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي. مانشستر يونايتد. استني اقول مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، ليستر. سبع فرق. وليدز. برافو عليك. سبعة. سبعة. لا بريمير ليج. بريمير ليج وليدز. ستة ولا سبعة؟ ليدز أول واحد في بريمير ليج. ستة ولا سبعة؟ سبعة. برافو. اثنين اثنين. ماشي. كم؟ اثنين ايه؟ هو والله دي أول حاجة يقولها هو. اثنين واحد بقى، ما قالش حاجة. اثنين منين؟ فين الثانية اللي قالها؟ كم لاعب عربي فاز بلاعب العام في انجلترا؟ اثنين. صلاح ومحرز. أنا قايل اثنين. ثلاثة اثنين. ما أنا قايل اثنين يا ابني. أنا قلت صلاح. قلت كم لاعب؟ أنت قلت مين؟ السؤال إيه؟ أنا بقى قلت الأسماء. ما هي الإجابة بتاعتي بصراحة. بصراحة دي واحدة بسرعة بسرعة. هو يكسب لانه قال فعلا. انا قلت كام؟ هو قال كام؟ طب انا قلت صلاح ومحرز. طب انا مالي انا؟ يبقى 3 3 يا ابني. كده كده في سؤال بقى. في سؤال. ما جابش غير سؤال واحد. في سؤال فيصل. لا كده كده والله جبت سؤالين والله. فين السؤال؟ كده مفيش. كده قلت صلاح ومحرز. كده 3 3 خلاص. انت عايز تخلصها؟ لا لا ما ينفعش دي تفرق معايا في السؤال. طب انا اسالك سؤال وانت تسالني سؤال. اسالك والله يا ابني. 3 3 هو جاب حاجه. طب اقول لك صلاح ومحرز. اقول لك حاجه بعد ما انا اقول لك حاجه. بس سؤال بس. انا اسالك اي سؤال في الكوره وانت تسالني اي سؤال. ايه يعني؟ ايه اي سؤال تاريخي اي حاجه. انا ما بنسى. انا عندي زهايمر. طيب ما فيش اي حاجه من بره. استنى. ها مين بقى؟ ليه مين بقى ركله الحره؟ صحيح مالك يا ميدو متنح ليه؟ خامس. خامس. لا خميس جاب شوطه. ايوه يا ابن اللعيبه صح. حلوه دي. سلام عليك يا فاروق. مين كسب دلوقتي في دي؟ 3 3 يا ابني. 3 3 ازاي؟ بشكركم شكرا جزيلا.